الوداد وصلت القاهرة امبارح، واضح انهم جايين وعاملين حسابهم لكل كبيرة وصغيرة ومكبرين الموضوع جدا بتفاصيل يمكن غريبة شوية، زي انهم مثلا جايبين معاهم طقم الطباخين. يعني صحيفة المنتخب المغربية هي اللي قالت ده، وقالت الوداد بطباخيه في القاهرة ليطبخ نجمته الرابعة. دي صحيفة مغربية، المنتخب المغربية. الصحيفة كملت كلامها وقالت ان الوداد مش سايب اي شيء للصدفة، بداية من سفرهم بالطيارة الخاصة لغاية موضوع الطباخين اللي قلت لكم عليه، كمان التشديد على عدم ادلاء اي لاعب من البعثة باي تصريحات اعلامية. طيب صحيفة هسبورت المغربية قالت برضو انه سعيد الناصري رئيس نادي الوداد خصص مكافأة ضخمة جدا للعيبة قيمتها 120 ألف درهم. ده رئيس نادي الوداد قال لك 120 ألف درهم تحفزكوا عشان تحققوا نتيجة إيجابية في القاهرة وتتوجوا باللقب في المباراة النهائية إن شاء الله. إحنا بنقول لك إن شاء الله توفر فلوسك يا سعيد يا ناصري، وما فيش أي نتيجة إيجابية إن شاء الله، وال11 يا أهلي. ماشي. الصحيفة صحيفة البطولة برضو، دي صحيفة مغربية، كانت بتقول أو بتأكد انه تذاكر مباراه العوده في استاد محمد الخامس في كازابلانكا انتهت بالفعل، خلصت كلها بعد 24 ساعه بس من طرحها. طبعا استاد كبير، استاد المركب محمد الخامس بيسع ل 70 الف شخص ويزيد، واحنا بقى بنتكلم يعني برضو عن 45 الف يعني متفرج الساعه المحدده فقط، بس ده هيزيد ويكونوا طبعا هيكونوا في استاد محمد الخامس بعد تأكيد عدم غلق مدرج من مدرجات الملعب، والمدرج ده فعلا اتقفل فترة لأسباب متعلقة بالأمان، لكن النهاردة بيتم فتحه قبل مباراة الأهلي اللي جاية، فهيكون في عدد كبير جدا جدا أكيد. عموما برضو ومع احترامنا للوداد وجماهيره بالمدرج أو من غيره إن شاء الله، ليلتك يا أهلي ليلة ال11 إن شاء الله، ليلة 11 يونيو هتكون ليلة 11 فعلا، مش بس التاريخ، هتكون ليلة تتويج الأهلي بال11، يعني ده فال حلو بإذن الله، هيكون يوم حد الماتش بإذن الله.